مناورة حية لوحدة الإنقاذ البحري للدفاع المدني في جوني خلال حفل تسليمها مركب إغاثة. والنائب نعمة فريم يشدد على أهمية التطوع وتعزيز قدرات القطاع العام. التفاصيل في التقرير التالي. نظراً لأهمية الدفاع المدني في المحافظة على السلامة العامة وأهمية دوره في إدارة الكوارث والأزمات، تسلمت وحدة الإنقاذ البحري للدفاع المدني في جونية مركب إغاثة بمبادرة من النائب نعمة فريم. أكثر شيء عم نعاني فيه بلبنان اللي عم شوفه التطويع. تأكدنا أو استسلمنا أنه نحن المشاكل ما فينا نحلها، وهيدا شيء مش مقبول. طوعتنا المشاكل وربطنا، نحن مش لازم نقبل، لا. نحن المبادرة الفردية عند اللبناني إن كان بالقطاع العام والقطاع الخاص هي بتغير الدول. وفي هذا الإطار أكد فريم أن التطوع خدمة مدنية سامية تستحق التقدير. التطوع بالقطاع بالحقل العام أجمل شيء الإنسان فيه يعمله، عادة بينعمل بأيام الحرب. بيام السلم واحد يعمله، هيدا بدل قديش هو بحب بلده. نحن بدنا نهنيهم هالمتطوعين يلي ثابروا ويلي بقيوا سنين 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 متطوعين، وهلا الدولة عرفت انه بدل ما تجيب ناس مرتزقة يقبضوا معاشات وما يجوا على الشغل، في ناس قعدوا سنين يجوا على الشغل وما يقبضوا معاشات. ولفت فريم إلى ضرورة تعزيز قدرات القطاع العام، مشددا على أن غالبية العاملين فيه مبدعون. كل مبادرة فيها نعملها تنقوي القطاع العام هي بنعتبره واجبنا. أنا مؤمن خاصة بهالأربع من بعد هالأربع أشهر اللي احتكيت أكثر وأكثر بالقطاع العام اللبناني، قديش في ناس بالقطاع العام ناجحين مبدعين كبار قوية بيحلموا بلبنان أفضل، بلبنان منتج، بلبنان مبدع، ورافضين الواقع. هودي هن ذاتهم، أنا بأكد لكم أنا اللي شايفه بالقطاع الخاص بعشرين سنة شغل، هالفرد اللبناني المميز يلي خلينا ننجح بالعالم كله هو ذاته، ذات تكوين الجيني، ذات الدراسة، ذات المربى، هو ذاته بالقطاع العام. وتخلل الحفل كلمات أثنت على دعم جهاز الدفاع المدني بالمعدات اللازمة لتمكين عناصره من القيام بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.